ورجعنا من الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا في الشوط الاول عملنا اول حاجه العصير المركز لقمر الدين عشان اللي عايز يحتفظ بيه لرمضان او في الفريزر زي ما حضراتكم تحبوا. عملنا مربى المشمش. بصوا هنا بقى انا باقي لي حاجه واحده هضيفها مع حضراتكم دلوقتي، هي معلقه او اللي هي بتاعه العسل الجلوكوز اهي، في المرحله دي هضيفها اهي، تدي بقى تقل كده، وهي ماده حافظه كمان للمربى عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، يعني اقدر استغنى عن رشه ملح الليمون. انا عشان كده قلت لكم انا ما حطيتش ملح ليمون في مربى الايه المشمش اهي. خليني اهدي النار بس عليها بقى كمان، خلاص هي دلوقتي داخله في التسويه اهي. الريحه روعه، مش قادره اقول لحضراتكم الريحه هنا عامله ازاي. مشمش يعني اهو. شوفوا بقى بدات الفوم الابيض، شوفوا انا شلت اتخلصت من بقيته هنا اهو، الفوم ده شلته خلاص وتخلصت منه، بدا يقل ازاي ظهوره بقى هنا على المربى، دي ضمن احد علامات نضج المربى. طيب هنتكلم بقى كمان هنا عن العصير المكثف. بصوا بدا ياثر ازاي في الحله، شايفين كان ارتفاعه فين وبقى فين، هو ده برضو الايه العصير بتاعنا اهو. ولازم ايدي فيه، ما ينفعش اعلي النار قوي عشان ما يشطش من حضراتكم من تحت، خلوا بالكم قوي، لازم ايدكم فيه وانتوا واقفين بتقلبوا. هو يستاهل الحقيقه ان الواحد يعني يقف يعمله، لان احنا في الاخر هناكل حاجه او هنشرب حاجه هتكون طبيعيه 100%، ودي يعني ليها ثمن زي ما بيقولوا. فاتمنى ان دايما نبقى بنتعامل مع الحاجات الطبيعيه. احنا بقى عايزه اشكر، معلش بعد اذنكم، صديقتي الصغيره اللي بتتابعني دايما في البرنامج بتاعي زينه، واللي بعتت لي الحاجات الحلوه التطبيقات الرائعه اللي هي عملتها على الصفحه الشخصيه بتاعتي شيف عظيمه حمدي بالعربي. ميرسي يا زينه، ليكي قوي قوي يا روح قلبي، انت جميله. دي زينه صديقه البرنامج وبعتت لنا، عملت الكراب وعامله حاجات تجنن. تسلم ايديكي وتسلم ايدين ماما حبيبه قلبي يا زينه، افتقدتك. شايفين الكريب بتاع زينه بقى القمر اللي هي حاطه عليه النوتيلا وحاطه عليه كمان السبرينكلز الصغيره دي، القمر دي كان المفروض اكون معاكي ادوقها بقى يا زوزو، لازم اعمل كده كنت. تسلم ايديكي يا روح قلبي وربنا يبارك فيكي يا رب. طيب بصوا بقى هنا هبدا اشيل اخر حاجات بسيطه هنا على وش الايه المربى. المربى دي بقى تقدروا تطحنوا منها شويه تعملوهم بيوري وتخلوهم للسابلي، تعملوا بسكويت مثلا او بيتي فور تلزقوه، هتبقى فيه جزء كده وجزء نخليه قطع للي بيحب القطع مع حته قشطه مع شويه يعني اي حاجه كده. المربات في ناس كتير بتبقى ليها امزجه تاكلها كده مع قشطه او مع مثلا حطوها مع الحلاوه، بس ده بيبقى زياده قوي، بس هم في ناس بتحب كده فعلا يعني، فهتبقى جميله. طيب نقلب بقى كده تقليبه اخيره للعصير انا هبدا اعمل، وبعدين هننزل دلوقتي مقادير الكومبوت، وهقول لحضراتكم طريقه للكومبوت مش هتبطلوا تعملوه وتحتفظوا بيه وهتشتروه، استحاله هتشتروه، هتعملوه طول السنه من جميع انواع الفاكهه اللي تريح حضراتكم. يلا بينا ننزل طريقه الكومبوت. الكومبوت سهل وبسيط قوي، ليه تكنيك معين كده، اسمحوا لي بس هشطف دي. التكنيك بتاعه بسيط جدا، لكن هو ليه مرحله حفظ وتعقيم، ودي اهم مرحله فيه، لو ما اتعملتش مش هيقعد مع حضراتكم كتير. فاحنا هنعمله دلوقتي بطريقه بسيطه وجميله، وان شاء الله يقعد مع حضراتكم كتير، وفي نفس الوقت عقمناه وفرغنا الهواء اللي موجود في البرطمان وعملنا كل حاجه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. يلا بينا. مقاديرنا هي عندي للكومبوت المشمش: كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، ربع كوبايه من عصير الليمون، رشه ملح ليمون، برطمان معقم، وطبعا المشمش الكميه اللي حضراتكم عاوزينها. انا ممكن نعمل كيلو فاكهة أو أقل، تعالوا كده نجرب هنا. أولا أنا هنا خليني إيه أسخن النار هنا، هي عموما كلهم تقريبا سخنين يعني، بسم الله، بس أعلي النار هنا أكتر. هحط هنا المية أهي، يبقى كل كوباية مية عليها كوباية سكر، لأن الكومبوت معروف إن هو سكره زيادة شوية. أنا معاكم، قولوا لي معانا مين وأنا معاكم كده. هنقلب تقليبة حلوة كده، هنحط عصير الليمون. معانا منة، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزيك يا منة؟
الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي، انت عامله ايه؟ انا تمام والله، منوره الشاشه والله. حبيبتي منور بوجودك واتصالك انت كل اصدقائنا. قولي ممكن لي يا اسال من، سؤال؟ اتفضلي يا روح قلبي. طبعا عايزه اعرف التورته بتتعمل ازاي، وكيف الاسفنجاي؟ انت عايزه تعمليها من الف للياء ولا عايزه تستخدمي الاسبونج فيها جاهز؟ لا، من الالف للياء، عايزه اعرف على طول كده. من عندي والعين دي يا حبيبه قلبي. حاضر هقول لك وهنعمل مع بعض كمان واحده. لازم كيكه اسفنجيه حلوه، هاتيها لنا يا ندى لو موجوده نزليها. الكيكه الاسفنجيه بطريقه بسيطه هقولها لك حالا او انزلها لك حالا على الشاشه. من عندي والعين دي، انا هنا حطيت للكومبوت زي ما قلت لحضراتكم الايه نسبه الميه والسكر، ناقص عصير الليمون. بسم الله. رشه ملح الليمون دي في الاخر هضيفها، بس الميه دي تدوب وتدوب السكر ده خالص وتبقى زي الميه بسكر كده. ماشي، انا محتاجه بس شويه ميه كمان زياده. انا اعتقد الميه دي كانت كوبايه مش كوبايتين، انا بدلت الجارات صح كده. ماشي هنقلب. عندي بقى حلة تانية للكومبوت، حاطة فيها مية، وخلينا نزود المية السخنة شوية صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هخليها تغلي عشان أنا هبدأ بعد ما أخلص مرحلة الكومبوت هوري حضراتكم هنعمل إيه. هنا خلاص العصير بدأ، بصوا يبدأ كل ما يبدأ يغلي هنا العصير المركز يبدأ يغمق إزاي ولونه يختلف عما كنا عاملينه ومصفينه مع حضراتكم، كان فاتح اللون خالص. بصوا بدأ ياخد يعني ياخد الدرجة بتاعت اللون ازاي بتاعت القمر الدين. ولسه لما نيجي نوصل للفائف بقى، اللفائف طبعا معدل عسل الجلوكوز مختلف. خلينا نقولها ننزل المقادير بتاعتها، هي نفس المرحلة اللي أنا شغالة فيها بالملي ولكن مع اختلاف كمية عسل الجلوكوز. يعني لفائف قمر الدين عندي نص كيلو مشمش عليه 300 جرام سكر، عليه عصير ليمون، عليه 150 جرام من العسل الجلوكوز، عليه 200 ملي من المية، ورشة أو ربع معلقة من ملح الليمون. العصير بسيبه يبقى خفيف، بيبدأ بقى يقطع كده، هيبدأ كمان أنا مش عايزاه بقى يبدأ يتقل لأن أنا عايزاه عصير. لما أجي أوصل لمرحلة اللفائف، هي نفس المرحلة اللي أنا شغالة فيها بالمقادير اللي نزلت قدام حضراتكم، هبدأ يبقى العلامة دي بتقطع قوي ببطء بقى، ما بتنزلش سريعة كده، تبدأ تبطأ تبطأ وتقل شديد جدا واللون خلاص تمام. دي في الحالة دي بجيب كده السيليكون، وده أفضل حاجة بدل البلاستيك، ما تعملوش على بلاستيك. أنا ما بعملوش على بلاستيك، بعمله كده على سيليكون. أي حاجة سيليكون كده بصب عليها تاخد شكل المربع، وبسيبها بارتفاع مثلا نص سنتي، ما بتكتروش تتخن عشان تنشف مع حضراتكم على طول، تبقى يعني يا دوب كده متوسطة. وبعدين بغطي تاني بعد ما بتشد كده بره، بروح مغطيها عشان طبعا ما اقدرش اسيبها مكشوفه كده، بروح مغطيها بورقه سيليكون تانيه او اي حاجه، المهم تكون من البلاستيك المقاوم يعني، واسيبها لما تاخد بره، لما تبقى تمسك نفسها وتبقى لفه قمر الدين زي اللي حضراتكم شايفينها هناك كده. بصوا اللون بيغمق ازاي اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. دي مرحله العصير انا هصبه، ودي مرحله المربى اهي. بصوا طبعا انا اقدر كمان اعملها لسه هتتقل عن كده تصلصل كمان وتزيد. خليني ازود سنه النار عليها عشان تبدا تبقى تمام معايا القوام بتاعها. وهنا الميه بتاعتي بدات تدوب اللي انا حطيت فيها عصير الليمون والسكر عشان اعمل الكومبوت. هجيب بقى كده للكومبوت عندي جار كده معقم، وهاخد الفاكهه بتاعتي وهعمل كده هقلبها. طبعا لازم المشمش هنا يكون جامد، ما يكونش فيه مشمش طري، المشمش يكون جامد عشان يقعد معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. العصير ده او القمر الدين اللي بنعمله لفائف ده بياخد له بتاع ساعه على النار عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين. طيب نعمل كده، دي لفائف قمر الدين، وبعدين احتفظوا بيها بقى في الفريزر. انا بقطعها كده ساعات، نعملها على قد يعني لما بقطع كده ببقى عايزه اعملها ايه، ممكن اطعم بيها في حاجه تانية، مش شرط بس استخدمها في رمضان يعني، لكن
طبعا حضراتكم تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين، تحطوها بقى تعملوا منها صوص، تاخدوها تضربوها وبعدين تعملوا منها مهلبية، تاخدوها تعملوا منها تارت. احنا كمان عايزين نعمل تارت المشمش الاسبوع اللي جاي، يبقى لينا وصفتين مهمين للمشمش، خلينا نعملهم علشان نبقى يعني ايه اللي كان له نفس في المشمش في حاجة يبقى ما حرمناهوش ايه انه يشوف الوصفة عندنا ان شاء الله. كده شايفين انا بعمل الفاكهة ازاي، لازم تبقى مقلوبة كده على وشها، ارصها كويس جدا، وبعدين القوالب دي او البرطمانات دي اعملوا بقى منها الخوخ، اعملوا منها المانجا، اعملوا منها الاناناس، جيبوا الاناناس الفريش واعملوه. هنعمل كل حاجة مع بعض ان شاء الله حاجة حاجة، بس عشان موسم المشمش وانا ما قدرتش اخر لحضراتكم طلب طلبتوه مني ان احنا نحققه على طول. بشكر كل اصدقائي اللي بيتابعوني من خلال الصفحة الشخصية ومن خلال قناة الاهلي، شكرا جزيلا لحضراتكم بجد والله، رجال وسيدات واطفال. كده اهو شايفين ده الكومبوت، طريقه بسيطه تعملوها مش هتبطلوا تعملوه في البيت بجد، وهتستمتعوا بيه جدا. كيكات بقى تستخدموها زي ما قلت لكم، تارتات، حاجات حلوه مفيده. انا مش عايزه اكتر فوق قوي كده لانه عايزه ده يغمر الايه العصير اللي انا هحطه يغمر المشمش. خليني احط دي كده فتبقى تمام. خلاص اهو كبست الـ زي ما بيقولوا المشمش بتاعي بتاع الكومبوت. هاخد بقى من هنا كده باللوش وهجيب هنا حله كده بالراحه، بسم الله اشيل ده هنا، وهنبدا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين كده، ننزل مقادير الكيك الاسفنج بصوا لحد ما يغمر البرطمان، شايفين ازاي اهو ده المحلول اللي حطينا فيه السكر والميه وعصير الليمون، اللي عايز يضيف ملح ليمون يضيف. انا هطفي النار هنا، معانا الكيك الاسفنجي. تسلم ايديكم يا بنات. هعمل ايه في المرحله دي؟ هقفل كده، مع حتى لو نزلت شويه مش مهم، المهم تبقى الميه غامره، وهاخد البرطمان ده وهروح على النار. عندي الحلة فيها مية بسخنها، هحطها لنصها وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم البرطمان كده، وهزود شوية كمان لأن لازم يبقى لتلتين البرطمان، تلتين البرطمان. كده خليني أأكد بس إنه إيه تمام. طب معلش 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 اوكي اوكي، خليني بس ارفعه هنا عشان الميه بتفور لحد ما ياخد وقته، مفيش حاجه عادي جدا، وانشف هنا. وهنبدا نسيبه 40 دقيقه، 40 دقيقه على النار بتغلي لحد ما يبقى مظبوط جدا. حطيته على النار هنا اهدى بس كده، و نشيله من على النار، هنقلبه على وشه لمدة 25 دقيقة على فوطة ونسيبه. طيب احنا معانا مي، ناخد مي. اهلا يا مي. اهلا بحضرتك، ازيك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، ازيك منورة الدنيا كلها حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخليكي يا رب، وازاي دايما منورة الدنيا كلها. والله منور باتصالاتكم يا مي. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. قولي لي بقى، مالكيش أي طلب؟ ايه؟ كفايه ان انا بشوفك بس يا حبيبتي، كلك ذوق والله، تسلمي لي. ربنا يخليكي يا رب. حبيبي دايما بنتعلم منك بقى. ميرسي يا حبيبي، كلك ذوق والله العظيم يا حبيبتي يا رب. تسلمي يا قلبي. طيب بص اوريكم بس اخر حاجه في العصير بتاعنا. بصوا انا طبعا شلت كل الريم اللي عليه، هشوف بس المرحله كده على الاسباتولا عشان اوري حضراتكم الكثافه. شوفوا بقى اهو، ايوه انا عايزاه يبقى كده، يبقى خفيف كده، عشان احنا في الاخر هنحط له شوية مية. اللي عايز يزود سكر عن اللي احنا حطيناه تمام، وهبدأ احطه بقى في حاجة واخزنه. عايزين تحطوه في اكياس ماشي، عايزين تحطوه بس الاكياس المخصصة للتخزين، في اكياس في السوبر ماركت كده بتبقى مخصصة للتخزين مش اكياس التلاجة، وتحطوه في الفريزر. وادي المربى هتبدأ بقى ايه زي ما بيقولوا. بصوا كمان ليه بحب احطه فاكهة بس، لان هو اوريدي خلاص بياخد وقته، يعني الفاكهة دي بتتهري كده شوية، فيبقى على الأقل فيه قطع يعني للي بيحب القطع. أنا دلوقتي هستسمح حضراتكم، هنطلع
استراحه، خلصنا الشوط الثاني هنرجع نستعد الاكسترا تايم مع حضراتكم ونقفل الوصفات بتاعتنا في انتظاركم. ورجعنا مره ثانيه من الاستراحه، ودلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ انا خلصت خلاص اللفائف، هوري حضراتكم اخر مرحله، انا سبت شويه من العصير وبرده بعمل شويه تانيين عشان تشوفوهم معانا، بس هو عشان بياخد وقت شويه على النار. سبت شويه من بعد ما صبيت العصير المكثف اللي احنا عملناه هناك اهو، لازم اكمل سواهم كمان شويه عشان اللفائف. بصوا تبدا تتقل، تبدا يبقى في بطء ازاي في نزولها، لسه برده شويه كده ما وصلتش لمرحله اللفائف. ده العصير، العصير لازم يبقى فيه خفيه شويه، يعني يبقى قوامه مش تقيل زي اللفائف خالص. فهنعمل ايه بقى؟ انا اللفائف بالنسبه لي ببدا اسيبها تتسوى تاني بعد ما بصب العصير المكثف، هي نفس المرحله، بس كل الفرق ان الكميه بيفرق معاها نسبه العسل الجلوكوز، نسبه السكر. احنا اتفقنا ان في اللفائف عندي ال 500 جرام مشمش بياخدوا 300 جرام سكر وبياخدوا 150 جرام عسل جلوكوز. طيب بالنسبه للعصير المركز بياخد 500 جرام مشمش على كوبايه ميه، وبعدين عصير ليمون 200 جرام سكر، وبياخد معلقتين عسل جلوكوز. طيب بصوا انا هنا سايباه برده يبدا ياخد القوام، لسه كده هو برده نازل سريع، لا لسه ما وصلتش للمرحله، قدامي شويه واوصل لها. انا هنا بعمل شويه تانيين مع حضراتكم، هحط عليهم برده، حطيت المشمش بنفس الطريقه على نسبه الميه، لسه ما ضفتش لا سكر ولا عسل جلوكوز ولا عصير ليمون ولا حاجه، نفس المرحله الاولى بتاعه العصير المركز عشان اعمل شويه زياده من اللفائف. بصوا اهو عملنا المربى، قدمناها، شوفوها دلوقتي مربى جميله جدا، ما تاخدش وقت في التسويه، انا سايباها بره تبرد في الطبق، تبقى فرصه حضراتكم تشوفوها، ما رضيتش احطها في برطمان لانه هضطر ابقى سايباها مفتوح. من علامات برضو المهمه ان احنا نحافظ على المربى دي ما تتبصي، لازم افتح البرطمان واسيبه لما تبرد تماما تماما خالص، وبعدين احط كيس ثلاجه او هنا على الـ يعني الفوهه بتاعه البرطمان نفسه، وبعدين اقفل وبعدين احطها في الثلاجه. والمعلقه اللي استخدمها ما تكونش فيها لا ميه ولا اكون اكلت بيها وحطيتها في البرطمان، عشان دي كلها حاجات بتفسد المربى. طيب كده تمام، تقعد معاكم على عصير الليمون اللي سقيناها بيها المربى دي 6-7 شهور في الثلاجه براحه حضراتكم خالص، ما حطيتش ملح ليمون فيها ولا حاجه. طيب عملنا الكومبوت هنا، ده برطمان بالظبط خد التسويه وكان مقلوب فمش عايزه اقلبه تاني، وحطينا في الكومبوت، هيقعد بقى 3 ايام تحطوه في دولاب المطبخ حاجه مغلقه علشان ياخد وقته بقى معاكم وتستخدموه زي ما انتم عايزين. هياخد له بتاع 3 4 ايام اسبوع، لان احنا بعد ما غليناه الغليه دي احنا عقمناه، والفاكهه جواه خلاص خدت السوا بتاعها، وفي نفس الوقت اتقفل، فوانس ان حضراتكم فتحتوه يبقى لازم تستخدموه كله، وبعدين يتحط في الثلاجه، ما ينفعش تسيبوه بره تاني خلاص. معانا ام حماده، اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الفل يا فراولتي. يا حبيبتي يا زوزتي. عامله ايه؟ روح قلبي. انت عامله ايه يا غاليه؟ الحمد لله يا حبيبه عمري. اخبارك ايه يما؟ الحمد لله انا بخير، طول ما انتوا بخير حبيبتي. وحشاني يا عظيمه. والله وانت كمان يا فراوله، والله وانت كمان. والله العظيم ثلاثة وحشاني. حبيبتي انت ما تشوفيش وحش يا روح قلبي. تسلم ايدك يا زوزو. تسلمي يا عمري زوزو انت. ايه الجمال ده؟ يا حياة قلبي انت. عامله ايه؟ عملت الخوخ. يا روح قلبي انتوا الخوخ طلع ولا لسه؟ طلع بقى صغنن. لا والله اصل انا شفته صغير كده، ما رضيتش اجيبه اعمله كومبوت، قلت اعمل منه مربى بقى. لا ده خلاص هيمشي. ما انا بقى جبت شويه منه وقلت اعملهم مربى للامانه يعني شويه. الله يهنيك. قول يا روحي. بالله عليك عايزه تخزين ورق العنب. عينيا. وعايزه طريقه التونه. التونه من سمك التونه، حاضر من عيني. او سمك المكاريل. او المكاريل من عينيا. عينيا. هقول لك دلوقتي تخزيني ورق عنب. سمك التونه هناخد قد ايه سوا على النار؟ حاضر. هناخد قد ايه؟ معلش قولي تاني كده يا فراوله. لو من سمك التونه هتقعد قد ايه على النار؟ لا مش هنقعدها كتير، اوعي تسمعي الكلام اللي بيقول لك لحد ما العظمه اللي في النص تدوب والكلام ده مش حقيقي. لا لا طبعا غلط جدا، لا كل فايدتها راحت، لا طبعا مش صح، ده في ناس بتعمل التونه دي مخلله بلحمها الطبيعي زي ما هي، زي ما بنخلل اي حاجه تانيه. أيوة. وبتطلع رائعه. انا هقول لك الطريقتين.
هقول لك الطريقتين من عيني وهعملها معاكم كمان في حلقه. لا ما تسيبهاش ساعه طبعا، ساعه ده كتير جدا. ماشي يا فراوله، نورتيني وشرفتيني. بصوا انا بفضل في كذا طريقه لتخزين الورق عنب. في ناس بتحب تجيبه وتغسله وتقطف العنقود بتاعه وتحطه رصات معينه وتعمله فيه الاسترتش اللي هو البلاستيك التخزين وتلفه وتحطه كده في الفريزر. وفي ناس، انا عن نفسي واحده من الناس اللي بحب اعمله في البرطمانات اللي بيقعد معايا طول السنه، وببقى متحكمه في كميه البرطمان، حجم البرطمان، ان ده انا هطلعه يكفي معايا حله محشي زي اللي احنا كلنا بنعملها في البيت. فانا لما بجيب الورق العنب انا بعمل كالاتي: باخد البرطمان معقم تماما وباخد لفات الورق العنب، اجمع كل مجموعه بعد ما اشيل العنقود بتاعها وهي خضره وجميله، اعمل مجموعه كده واروح لفاها رول واحطها. انا هعمله مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي، احنا هنعمله مع حضراتكم. واروح حاطاه في البرطمان حوالي 5 لفات، البرطمان ده يسح حوالي 5 لفات حلوين شايلين كميه ورق كويسه. وبعدين بعمل له المحلول اللي فيه الملح والخل والميه، بحطهم وادوبهم مع بعض، وبعدين اصب في على الورق عنب ونفس اللي عملته في الكومبوت على النار. باخد حله فيها ميه بحط فيها البرطمانات، ولازم تتاكدوا برطمانات تكون مظبوطه ما تكونش يعني بتتعرض لحراره ما فيش اي مشكله. وبعد ما هاخده على النار هصب بس هنا كده شويه واري حضراتكم، بيبقى اللفائف يعني كده لحد ما تستوي الكميه الثانيه مثلا، يعني عشان بس نبقى عارفين. بصوا بيبقى اول ما يبدا بقى هو على طول هيمسك، على فكره مش هيكمل 24 ساعه هتلاقوه شد وتقدروا تشيلوه عادي بسهوله. وطبعا السيليكون ده ليه درجه حراره عاليه. نعم قولي لي تاني يا نودي. ايه يا حبايبي؟ اوكي يا حبايبي كده شايفين. بصوا بقى بظبط كده الحواف بتاعته، اظبطها كانها طبعا على قد الكميه. انا عامله هنا بس كميه خدتها كده عشان انا عارفه انها هتاخد مني تسويه كتير قوي، مش هيلحق يخلص الكميه كلها، فعشان ابقى مع حضراتكم. بصوا حتى تقلوا ازاي، شوفوا انا بمسكها ماسكه نفسها ازاي، هي لازم يبقى كده. وبرده بدا هنا يتقل. دي الطريقه البسيطه اللي احنا نقدر نعمل بيها اللفائف وتبقى ماسكه نفسها. طبعا اروح بقى عامله كده شويه، اهو شايفين ماسكه نفسها ازاي اهو، بس كده عشان نفرغ الهواء. اعملوا بقى الكميه اللي حضراتكم عايزينها، لفتين ثلاثه على حسب كميه المشمش، وسيبوها لما تجف تماما، وبعدين تاخدوها بين اكياس كويسه للتخزين وتتشال في الفريزر زي ما حضراتكم عاوزين. دي المرحله الاولى اللي احنا عملنا بيها، وهي نفس المرحله. باخد ده اخلطه في الخلاط واعصره، وبعدين اصفيه واخده على النار، اضيف عليه عسل الجلوكوز واضيف عليه السكر، وياخد ويدي معايا لما يوصل لمرحله التسويه اللي حضراتكم شفتوها، يتاثر نص الخليط يبقى نصه، وبعدين يتقل معايا، وما امسك المعلقه كده تنزل النقط بتقل شديد جدا توصل للمرحله دي. العصير هو المرحله اللي قبل مرحله اللفائف، لان هو بيبقى خفيف فما بستناش عليه لما يتقل معايا. يبقى كده اوريكم قوامه برده، ده قوام العصير اهو. بصوا في تقل، لان انا في الاخر هعمله عصير مكثف يعني مركز، هاخده اخفه شويه ثلج، عايزين تضيفوا سكر عليه براحه حضراتكم خالص، لكن في تقل برده يعني لكن التقل المقبول للعصير عشان ما تقعدوش تخفوا منه كتير ويتقل من حضراتكم وتحسوه لزج، فتنجح معاكم باذن الله. طيب احنا كده النهارده عملنا المربى، والمربى اهي قدام حضراتكم، بصوا لونها وقوامها. طبعا لما هتجمد هتمسك شويه، لكن انا عامله فيها سوائل للي عايز يعمل منها، بصوا المربى اللي عايز يعمل منها بيوريه، فتبقى لينه تساعد حضراتكم في انكم تلزقوا بيها سابلي او بيتي فور او بسكوتات، او تحشوا بيها كوكيز. يعني ساعات بنعمل كده بسكوتات، وان شاء الله نعمله مع بعض بمربة المشمش او الترتات او الباستا فلورا، اي حاجه انتوا عاوزينها. لما يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنعمل الورق عنب مع بعض. انا بحطه برده 40 دقيقه زي ما قلت لحضراتكم على النار في الميه اللي بتغلي، وبعدين اطلعه اقلبه على وشه واسيبه لما يبرد تماما، شيله في دولاب المطبخ في اي مكان مفيش اي مشكله خالص، لكن لو اتفتح لازم يستخدم على طول زيه زي اي حاجه بنجيبها فيها ماده حافظه بره. خلاص انا بالنسبه لي ده الورق العنب. التونه لو سمكه تونه اصليه لا، احنا طبعا
سمكة التونة الأصلية لازم ليها تعامل خاص ولا تهدر، وهنعملها بطريقتين. أنا عملتها قبل كده لو حضراتكم حبيتوا تشوفوا الطريقة، لكن هعملها معاكم هنا في الأهلي بطريقة مميزة. هنعملها بطريقتين، طريقة على الطريقة وهي كده فريش بلحمها، وطريقة تانية فيها المحلول بتاع السلق بتاعها ويتعمل بتكنيك صح، هتتاكلوا أحلى تونة موجودة في البيت. حتى لو ما فيش سمك التونة، سمك الماكريل وهو أكثر فايدة، والله فايدته رائعة. فده ينفع وده ينفع، نعمل مع بعض اللي انتوا عايزينه، وانا هكتب ده معايا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. واسمحوا لنا بقى دلوقتي احنا هنروح للفقره اللي جايه، وهيبقى معايا فيها دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه وازاي نخس بشكل صحي، وهتعرفنا بقى بالمعلومات الخاصه بالكورس اللي مقدمه لنا النهارده. ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. متواصلين مع حضراتكم، ليكم اي اسئله من خلال الفقره اللي معانا، ومعانا دكتور ريهام. في انتظار حضراتكم، اسمحوا لي اطلع استراحه واستقبل ضيفتي في الاستوديو.